رح روح بأولى محطاتنا نور للمحطة طبعا الصحية، ورح نحكي مؤخرا ربط الدراسة أجريت بين الصوم وبين تقوية الجهاز المناعي. طبعا للصوم فوائد عديدة، كيف ممكن يكون طبعا انقطاع الأكل لفترات معينة وأنواع من الأغذية معينة ممكن تفيد الجهاز المناعي وتعطي الجسم فوائد عديدة، وخصوصا أنه نحن هلأ أصلا بموسم الخضروات والفواكه المتعددة. رح نتعرف على هذا الشيء اكيد مع ضيفتنا الدكتوره باتير منصور اختصاصيه التغذيه. يسعد صباحك. صباح الخير. رمضان كريم يا رب. رمضان كريم. يسعد صباحك ورمضان كريم. بالبدايه خلينا نعرف فعليا قديش الصوم مثل ما قالت سلمى لساعات طويله بيرتبط بتقويه الجهاز المناعي، خصوصا انه نحن منقطع عن الطعام لساعات طويله، وهي الفتره بعتقد من اطول ساعات الصيام. صح. بالسنه. صح. هو موضوع شهر رمضان أنا بالنسبة لي بسميه شهر ذهبي، لأنه نحن هون عم نعمل تأثير إيجابي على كل أعضاء الجسم مو بس على المناعة. نحن اليوم اخترنا نحكي على تأثير الصوم بشهر رمضان على الجهاز المناعي، بس بشكل عام نحن إذا نحكي عن تأثيره على الجسم، طبعا هون بدي نوه إذا نحن عم نكون بساعات الإفطار نكون عم ناكل بشكل جيد، هلأ بنقول كيف بده يكون التأثير الإيجابي على الجهاز المناعي بشروط معينة. إذا بدنا نحكي كمان على تأثير بشكل عام، يعني مو بس على الجهاز المناعي، نحن عم نحكي بنفس الوقت الأشخاص اللي بيكون عندهم ارتفاع بمستويات الكوليسترول، ال LDL، التريغليسيريد، هدول الأشخاص كلهم خلال فترة الصوم إذا عرفوا كيف عم بيصوموا بشكل جيد وخلال فترة الإفطار يعرفوا شو عم ياكلوا، فهو رح يكون تأثير إيجابي. الأشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل هرمونية، السيدات كمان خلال هالشهر الكريم مفروض كمان يلاحظوا تأثير إيجابي على صحتهم. الأشخاص اللي بيكون عندهم عدم انتظام بمستويات السكر كمان له تأثير إيجابي. الاكتئاب والأشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية بهالشهر الكريم مفروض يكون بالنسبة لهم مثل مديتيشن أو مثل ارتخاء لحتى يساعدهم كمان على موضوع حل المشاكل النفسية. وبالإضافة أكيد الموضوع اللي رح نحكي اليوم هو موضوع المناعي، يلي نحن بنلاحظ انه خلال ساعات الصوم نحن هون بهي الفتره من خلال دراسات انعملت انه عم يرتفع عنا الاي جي اي والاي جي جي اللي هي تعتبر من الـ 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 العناصر يلي بتساعد على رفع المناعه، وبيرتفع عنا مضادات الاكسده يلي هي الكفيله لحتى تحارب الجذور الحره يلي ممكن تكون سبب انه يزيد عنا الالتهابات، يزيد عنا المشاكل وقت يكون الجسم تعبان. فنحن لازم اكيد نستغل هالفرصه او نستغل هالشهر لحتى يكون له تاثير ايجابي على صحتنا. يعني دكتور باتيل اوقات كثير ما بيخطر ببالنا قديش ممكن شخص اذا ما اكل رح يستفيد جسمه، خلينا نروح مع حضرتك ونتعرف على بعض العناصر الغذائيه اللي هي ممكن تكون بترفع مناعه الجسم ونرجع ناخذ معلومات تفصيليه اكثر عن نفس الموضوع. اكيد. لكي يتمكن جهاز المناعة من الدفاع عن الجسم ضد الفيروسات كفيروس كورونا المستجد، يجب أن يكون محصناً بمجموعة من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة. معظم الأطعمة التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة الكورونا من السهل الحصول عليها ومتواجدة في معظم المنازل، وهي البيض. يحتوي البيض على أكثر من 20 نوعاً من الفيتامينز والمعادن الأساسية، كما يحتوي على عنصر السيلينيوم وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دوراً رئيسياً في تقوية الجهاز المناعي. والشاي يعتبر بمختلف أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء يحتوي على مركب الفلافونويد وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهمان في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم على مقاومة الأمراض. الثوم يساعد في رفع مناعة الجسم للحد من الإصابة بمختلف الأمراض، كما أنه يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين ويسبب تعزيز مناعة الجسم. الفواكه الحمضية تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على محاربة الفيروسات. الفلفل الأحمر يحتوي على ضعف ما تحتويه الثمار الحمضية من فيتامين سي،
كما أنه مصدر غني للبيتا كاروتين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم، وخصوصا الأمراض التي تنتشر في فصلي الخريف والشتاء بسبب نشاط البكتيريا والفيروسات. مجموعة من العناصر يلي ممكن تتواجد بكل بيت ويلي ممكن تساهم بتعزيز مناعة الجسم. مثل ما تابعنا مع حضرتك دكتورة، يمكن أغذية كتير مهمة بتشارك بتحصين الجهاز المناعي. خلينا نحكي عنها أكثر ونحكي عن النظام الغذائي، قديش فعلا فينا نلعب على غذائنا. في كتير من الناس بتقولك أنا ما بحب الأكل، في عالم بتاكل كتير، في عالم بتاكل بشكل مختلف. خلينا نحكي عنها هلأ. وقت نحن عم نحكي بمجرد عم نحكي عن المناعة فهو جهاز معقد، فنحن لازم نعرف كيف عم ناخد الغذاء المناسب، أو حتى ممارساتنا لازم تكون صحيحة. إذا بدنا نقسم الأغذية كأجزاء ونعرف كيف لازم ندعم نظامنا الغذائي، خاصة هلأ بظل جائحة كورونا، فنحن لازم يكون دائما تركيز عنا قدر الإمكان على نظامنا الغذائي، اللي نحن وفي كل أحوال نحن ما قدرتنا أو بيوتنا مليانة بكل مضادات الأكسدة والأغذية اللي ممكن تساعدنا على حل هاي المشكلة. أول شيء إذا نحكي عن الخضار والفواكه اللي مثل ما سمعنا بالروبورتاج هو أساسي، لأنه نحن كل ما كان نظامنا الغذائي ملون بالألوان المتعددة، إن كان الفليفلة، الليمون، الفريز بما أنه هلأ موجود، أو الخضار الملونة، الخضار الورقية، فنحن هون نكون عم نضمن أنه عم ناخد كل مضادات الأكسدة الكفيلة لحتى تساعدنا لنرفع من جهازنا المناعي. بالإضافة للفواكه اللي هي فيها الفيتامين سي أو كمان المضادات الأكسدة، والألياف اللي أكيد رح أحكي عن أهمية الألياف والجهاز الهضمي لرفع مناعة الجسم. بالإضافة لهذا الشيء حكوا بالروبورتاج عن البيض، أو خليني أقول البروتينات بشكل عام. البروتينات كثير ضرورية لحتى نكون عم نضمن أنه الجهاز المناعي قوي، فنحن عم نحكي عن البروتينات الموجودة بالبيض، اللحوم الحمراء، أو حتى البروتينات النباتية الموجودة بالبقوليات، الحمص، العدس، والعناصر الغذائية الثانية، فنحن بوجودهم أو كمان بالإضافة الحليب، اللبن والمشتقات الحليب. بالإضافة لهذا الموضوع عنا الألياف، يلي من خلال دراسات تبينت أنه نحن بمجرد ما عم ناخد الألياف من العناصر الغذائية الموجودة بقلب الخضار والفواكه، الحبوب الكاملة، عم نضمن أنه جهازنا المناعي قوي. لأنه من خلال دراسات عملت ربطوا الجهاز الهضمي أو صحة الجهاز الهضمي بالجهاز المناعي. نحن كل ما نكون عم نقدم الأغذية المناسبة لمعدتنا أو لجهازنا الهضمي، نكون عم نضمن أنه الجهاز المناعي قوي. وقت عم بحكي عن الجهاز الهضمي، فنحن بدنا نقدم له الألياف، البكتيريا النافعة، وخاصة البروبايوتكس اللي بتكون موجودة بالمشتقات الحليب، اللبن، الحليب، هدول الأصناف، أو إذا أخذناهم على شكل مكملات غذائية، هيك بنكون عم نضمن انه جهازنا الهضمي سليم، فنحن عم نقوي جهازنا المناعي. بالاضافه للشغلات اللي دائما موجوده بنظامنا الغذائي مثل البصل، الثوم، انا هدول بسميهم سوبر فود، مثل ما ذكرت البصل، الثوم، الكركم، الزنجبيل. يعني من خلال دراسات عملت انه الكركم العناصر الغذائيه الموجوده فيها كثير عم بتساعد انه نحن يوميا اذا كانت موجوده بنظامنا الغذائي بشكل بسيط، ممكن اذا ضفناها على الحليب او اذا ضفناها على اللبن كميات بسيطة، أو حتى إذا أخذناها بشكل مكملات غذائية، عم بيساعد كتير لحتى نحارب الجذور الحرة. بالإضافة بدي أذكر موضوع الكركم، يعني دائما بنسأل عن الكركم إنه نحن كيف فينا ناخذ أكبر فائدة منه. الكركم نحن بناخذ استجابته أكثر إذا أخذناه طازج، بالإضافة إذا زدنا له الفلفل الأسود. الفلفل الأسود بيساعد لحتى يزيد امتصاص مادة الكركم الموجودة بالكركم، فنحن هيك عم نحاول قد ما فينا نزيد من العناصر الغذائية. بالإضافة للزنجبيل اللي دائما بنحكي عن أهميته، اللي كمان لازم يكون موجود بنظامنا الغذائي بالمشروبات الساخنة، أو حتى بالسلطات بشكل أنه نرفع مناعة جسمنا. أكيد مثل ما ذكرنا البصل والثوم والخضروات الورقية. طيب دكتورة،
خلينا نحكي شوي. اليوم في سلوكيات اوقات بنتبعها بتكون خاطئه وخطيره على جهاز المناعي من دون ما ندرك. يعني دائما حتى الغذاء هو دواء، ولكن اوقات سوء استخدامه ممكن يؤدي لنتائج سلبيه. خلينا نحكي عن ابرز هاي السلوكيات. صح، مثل ما في ممارسات نحن بنعملها لحتى نرفع من مناعه جسمنا، في ممارسات خاطئه نحن بنعملها من دون ما نعرف، وخاصه هلا بشهر رمضان. يعني انا دائما عم بقول انه له اكيد تاثير ايجابي، بس اذا عرفنا كيف نتصرف. الممارسات الخاطئه اول شيء كثير ضروري يكون في عنا ساعات نوم منتظمه، ساعات بين 7 ل 8 ساعات وبفترة الليل. يعني مو أنا إذا نمت خلال نهار خلص أنا عم بنام بشكل جيد، فساعات النوم المنتظمة كتير ضرورية لحتى نضمن أنه نحن عم نعمل شيء جيد للجهاز المناعي. بالإضافة التدخين بيأثر على موضوع أو بيأثر على المناعة أو بيضعف المناعة. بالإضافة بعد ساعات الصوم الطويلة نحن إذا رحنا أخذنا كميات كتير كبيرة من الدهون المشبعة، السكر، من خلال دراسات بينت انه السكر والاملاح الزائده بالاغذيه المصنعه هي بتاثر سلبا على الجهاز المناعي. ويمكن مشكله يمكن المائده الرمضانيه او المائده السوريه غنيه بالاكلات الدسمه، يعني بتلاقي برمضان كل الاكلات الغنيه والدسمه موجوده على المائده السوريه. خلينا نحكي اذا فينا مثلا ناكل بشكل معتدل وبطريقه سليمه وصحيه تنعكس ايجابي. يعني انا لما بدي بلش مثلا بعد الاذان الفطور تلاقي في كثير اكلات مثل ما قلنا الدسمه ممكن تاثر فيها، نسبه دهون عاليه. كيف فيني انا اكل بطريقه كثير صحيه وبنفس الوقت ما احرم حالي؟ لانه بتقول لك الناس انه مو معقول بعد 14 ساعه صيام انه ما اكل كل شيء بيجي على بالي. نحن بدنا نحاول قد ما فينا نبعد عن كلمة انه ننحرم مثل ما قلتي، فالاعتدال بهالمرحلة هو الاساس لحتى نبتعد عن المشاكل، وخاصة انه بفترة الصيام بصير كثير في اشخاص عندهم مشاكل هضمية، فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نبعد عن هدول المشاكل. عفوا، فنحن بهي الفترة نحاول قد ما فينا بعد ساعات الصيام الطويلة نحاول ندرج الأكل بشكل تدريجي. يعني أول شيء ناخد المي الفاترة، بعدين ناخد حبة التمر. يعني نحن حبة التمر مندرجه بشكل أساسي، مو مشان شيء على الفاضي، لأنه هو رح ينظم مستويات السكر بعد ساعات الصيام الطويلة. بعدين بيتدرج عنا الشربات والسلطات اللي كمان رح تجهز الجهاز الهضمي لحتى يستقبل الوجبات الباقية. صحة أول شيء. ثاني شيء اسعلي بس لبين ما انا اسالك مشان تريحي حالك. ثاني شيء كمان اليوم الاطفال وخصوصا الاطفال اللي ببلشوا يعودون على الصيام، يعني بعمر مثلا خلينا نقول بعد 10 سنين 11 سنه ببلش بده يجرب هيك يعمل صيام ولو صيام متقطع، بلش يتعود. كيف فينا هيك كمان ندخل لهم عناصر غذائيه مهمه، وخصوصا انه رح ينحرموا من تناول وجبات الطعام لساعات معينة، والطفل بالعموم حرك، فبيحرق، ممكن يشوب، يفرد، يتعرق، فيخسر أيضا من سوائل جسمه. صح، هون نركز على موضوع السوائل قديش مهم، خاصة للأطفال وللكبار أكيد. فنحن بهي الفترة الأطفال نحاول قد ما فينا انه نعطيهم الاكل المناسب بعد ساعات الصيام، لانه هن اوريدي بفتره النمو، فنحن بهي المرحله كثير ضروري عم نقدم له الكالسيوم، الفيتامينات والمعادن، البروتينات اللي ذكرتها ضرورية لبناء العظام بنفس الوقت العضلات. فنحن كتير ضروري نركز على هدول العناصر الغذائية مشان الطفل ما يعاني من أي مشاكل، أو ما نعاني إنه الطفل نحف كتير أو زاد وزنه بعد شهر رمضان كريم. فنحن هون نحاول قد ما فينا يكون متابعة للطفل، ونحاول إنه نركز على الأغذية الضرورية، نبعد عن المقالي، السكر كتير، الحلويات الدسمة، ونحاول قد ما فينا نعطي العناصر الغذائية الضرورية. طيب خلينا نحكي عن كبار السن اللي هن أكثر يمكن عرضة اليوم للخطورة بانتشار فيروس كورونا. نحكي عن نظامهم الغذائي قديش مهم اليوم، لأنه بتعرفي أحيانا في كثير من القواعد الغذائية كبار السن ما كثير بيلتزموا فيها. خلينا نحكي عن النظام الغذائي لكبار السن وقديش فينا فعلا نلعب عليه لتقوية الجهاز المناعي. تمام، كمان كبار السن بعد عمر معين بنلاحظ أنه بيكون أكله يعني كثير قل وخف، وما عاد في عنا قابلية كبيرة للأكل. فنحن هون بدنا نركز على بعض العناصر الغذائية الضرورية لحتى الكبار بالسن ما يصير عندهم نقص، خاصة بعد شهر الصيام. طبعا حسب إذا في عندهم مشاكل صحية
على اساسا نحن بنقرر اذا هو ممكن يصوم او لا. فنحن هون بدنا نركز على البي 12 الفوليك اسيد. البي 12 عاده موجود بشكل اساسي بالعناصر الغذائيه الحيوانيه مثل اللحوم الدواجن، فالشخص المسن ممكن عاده يصير عنده صعوبه بالمضغ بعد عمر معين، فممكن يعاني من نقص البي 12. الفوليك اسيد كمان من العناصر الغذائيه ممكن يعاني من نقصه. الحديد اللي هو كمان يعتبر من العناصر الغذائيه ضروريه لازم تكون موجوده لحتى نضمن انه الشخص يكون ما عم بيعاني من اي مشاكل صحيه بهالفتره. يعني طبعا اليوم عم نحكي عن معلومات كثير مهمه، ومثل ما حكينا بالبدايه هذا الشهر هو شهر فيه فتره طويله، ممكن من خلال هذا الشهر نقدر نغير عادات صحيه كثير، نقدر نستفيد كثير من فتره الصيام. وبنفس الوقت كمان بدنا ننوه انه كمان بفتره رمضان يمكن خلال هذا الوقت ناس كثير بتسأل انه نحن كمان لساتنا بجائحه كورونا، وبهي الجائحه ممكن كثير من الاوقات شو ممكن نساوي نقوي مناعتنا وبنفس الوقت نحن صرنا فتره ما عم نصوم. كثير اوقات ناس بتسأل هي الاسئله. صحيح. نور، ونفس الشيء حضرتك حكيتي ببدايه حديثك، خليني ارجع لعندك كمان. نحن ما فينا ننسى انه لساتنا بكورونا، في بعض الاغذيه مهمه نرجع نذكر الصايمين حتى فيها انه لازم تكون موجوده بافطارهم. صح، بالافطار مثل ما ذكرنا انه ادراج الاغذيه، يعني نحن ما ناخذهم فرد دفعه لانه هذا الشيء رح يكون مؤذي لصحه الجهاز الهضمي، لانه الجهاز الهضمي بعد فتره صيام طويله بده يكون عم بيعاني من جفاف، بيكون الجهاز الهضمي ضعف، العضلات ضعفت، فنحن تدريج الغذاء تدريجيا كثير رح يساعدنا على حل مشاكل عسر الهضم اللي كثير من الاشخاص، يعني انا بيجوا لعندي على العياده اول شكوى ممكن اسمعها هي مشاكل الهضميه، ان كان الامساك او الاسهال او الاشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي، ممكن هدول الشغلات تزيد بفتره الصيام. فنحن ادراج الاغذيه كثير ضروريه لحتى نتجنب هدول المشاكل يلي مثل ما ذكرت الامساك او الاسهال. حتى نتجنبها مثل ما ذكرنا نشرب سوائل، ما نشربهم دفعات كبيره، يعني نحن بنجي على فتره السحور بنفكر انه نحن اذا اخذنا على فتره السحور اللترين كميه فما رح نعطش، هذا الشيء اكيد خطا رح يسبب لنا مشاكل خلال فترة الصيام. لا، نحن في كل الأحوال من الإفطار للسحور كل ربع ساعة إذا عم ناخد كاسة مي الفاترة هي نحن رح نكون عم ناخد احتياجاتنا. فنحن بهالنصائح البسيطة كتير فينا نتجنب مشاكل وبالإضافة ناخد النتائج الإيجابية على صحتنا. هون كمان بدي ركز على موضوع الرياضة اللي كتير ننسأل عنه، يعني أمتى أفضل وقت لحتى نلعب رياضة، لأنه إذا بدنا نحكي كمان أنه هو شهر إيجابي أو ذهبي ويأثر إيجابا على الوزن ومناعة الجسم، أن الرياضة لازم تكون مذكورة. صحيح. فالرياضة نحن بنقول ما تكون رياضة مجهدة، يعني نحن عنا بين الساعة لساعتين قبل الإفطار هو وقت ذهبي لحتى نحرق الدهون، لأنه بهي الفترة نحن فينا ناخد إنجاز أو نحرق الدهون الموجودة بالجسم. فنحن بهي الفترة شو هو الرياضة الأنسب؟ رياضة المشي أو الحركة حتى لو نحن قاعدين بالبيت. يعني نحن قاعدين بالبيت في شيء نحن ممكن نعمله متابعة ستيبس أو حركات لحتى نحرق الدهون، أو الأشخاص اللي حابين يزيدوا كتلة عضلية فهون نحن عم نحكي عن الرياضة اللي ممكن تجي بعد فترة الإفطار بساعتين، هون نحن ممكن نلعب رياضة المقاومة. معلومات مهمة وقيمة اليوم تعرفنا عليها معك دكتورة باتيل منصور أخصائية تغذية، نتشكرك على وجودك معنا ورمضان كريم. رمضان كريم يا رب. رمضان كريم، شكراً لك.